نقطة مقابل 30 نقطة للرائد الذي يتواجد في المرتبة التاسعة قبل أن تنطلق هذه الجولة. مرحبا بكم. اليوم نادي النصر على 35 نقطة، والتعثر للنصراويين شيء مستحيل. الطائي اليوم فارس الشمال الأشهب اللي عنده 19 نقطة. ميغيل روسو على الطرف الآخر فارس الشمال. المنصور اليوم يشارك أساسي، يلعب الكرة العرضية، العرضية لكنها بعيدة طويلة، عدت إلى خطر، غير الاتجاه، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة للطاي على اليسار، حاول فيها الآن فيغيروا البرازيلي، حاول يمر والتغطية خطأ، وفيها بطاقة، فيها بطاقة، فيها بطاقة، التدخل على فيغيروا الأرجنتيني. علي لجابي تدخل كان قوي وهجمة كانت واعدة، وبالتالي البطاقة الصفراء. هذا صر أجمل مواعيد مساء العالمي، أجمل مواعيد، الطريقة برازيلية والأسلوب عالمي. يا تاليسكا، تاليسكا أيقونة الفرح، تاليسكا يكتب المجد الجميل مع فارس نجد، يكتب المجد مع فارس نجد. الله على اللمسة وعلى التفاهم وعلى النقلة. الله يا غنام، الله على تاليسكا، واحدة ثنتين ثلاثة، واحدة من أجمل الأهداف، واحدة من أجمل اللمسات عند الهداف تاليسكا. أيقونة الفرح يا تاليسكا، أيقونة الفرح يا تاليسكا. الله الله كان فيها، شوف شوف شوف، لعب الكرة، وبالتالي جمال باجندوح يأشر على الكتف، الكرة ما فيها شيء، والخطأ خلاص، أخذ القرار، وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء. البرتغالي آرتور دياز أخذ القرار بركلة جزاء بلمسة يد على إلا إذا كان للشاب بدر العنزي حارس المرمى الشاب أمام بيتي مارتينيز، ركلة الجزاء بيتي، جول، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للعالمي. بيتي مارتينيز بكل أريحية بكل ثقة وضعها على يمين حارس المرمى ليعلن النصر هنا في مارسول بارك الهدف الثاني. شوفوا بيتي مارتينيز وضع الكرة بكل هدوء، بكل هدوء، بيتي مارتينيز سجل الهدف الثاني، الهدف الثاني وضعها بكل ثقة وبكل أريحية، وضعها بيتي مارتينيز ليعني لليزونا في الاستلام، يحاول يدخل، مر من الأول، محاولة، مر من الثاني، محاولة، الله الله على أخطر الكرات، الله على موسونا، والله على ردة الفعل من وليد عبد الله. شوف كرة على اليسار للزبيدي، الزبيدي يبحث الآن عن العرضية، لعب العرضية لكن التدخل، راح تاليسكا، مر تاليسكا، مرر تاليسكا، والتغطية عليه ابن عبد الكريم، ووصلت سهلة إلى يد حارس المنصور. شمري ياخذ كرة ويتقدم بلمسة، وخطأ لمصلحة فريق النصر، خطأ، خطأ على دينار من أمام خالد الغنام، خالد الغنام راح سريع، الغنام مهاري، الغنام مر، الغنام من الأول والتغطية عليه، مر الغنام ولكن عدت، برافو، مر الغنام بمهارة عالية جدا. خالد الغنام يعني هو موهوب الولد، يعني موهوب، هو يحتاج فقط أن يتعب على نفسه هو كثير. والخطأ ملعوبة للأمام، تحولت هذه خطيرة، ما بالجول، الجول محاولة بالك، الله، غير معقول يا تاليسكا، المستحيل تاليسكا، الجمال تاليسكا، الإبداع تاليسكا، الألحان تاليسكا، ما هذا، ما هذا، ما هذا يا تاليسكا، ضرب كل الفنون، كل الجمال، ضرب كل الخيال، يا عين عين عيني عليك يا تاليسكا، أنت الأجمل، أنت الأروع، أنت الأحلى، أنت الفن بعينه يا تاليسكا، يا عين عيني عليك، الله 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 على تاليسكا وجماله، الله على فعايل ابن السامبا، يا عيني على هذه اللمسة، هو الأجمل في الدوري على الإطلاق، هو الأمتع في نقلة، رودريغيز عدي، عدى بكورته، رجع مرة ثانية، حاول فيها أمير سعيود،
بوسونة طويلة على شوية تقدم وعدت إلى خارج أرضية الملعب. ينجح علي نجامي بشكل رائع بشكل كبير في هدوء في استخلاصه. يتالك شوف النقطة ثنتين ثلاث أربع. شوف بيتي ماذا يفعل في مباراة اليوم. شوف بيتي مارتينيز ماذا يفعل في مباراة اليوم. كانت مهيئة بعد كرة تدخل فيها حارس المرمى، يعني هو بدر من تدخل على تاليسكا في الكرة الأخيرة. شوف هذا الأهداف المباراة بدأها العازف هذا الفنان. لكن الزبيدي هو من يسدد تسديدة جميلة التسديدة، لكن مرت على يمين حارس المرمى. هذه العرضية، هذا الاستلام، هذه التمريرة رابع. الله، لا يا جماعة، النصر غير في مباراة اليوم. كل الجمل التكتيكية والفن والمباراة الأول والعرضية تاليسكا، لعب الأمام الزبيدي حولها، محاولة الآن موسونا تسديدة ضعيفة وصلت إلى يد تمريرة على العرضية على الفن على تاليسكا. الاتحاد نعم وقدم الفوز. هذه كرة ملعوبة للأمام وخطأ، خطأ لمصلحة فريق النصر. وعلى الطرف الآخر محاولة الأرجنتيني، حاول يسدد لكنها ضعيفة. الله على تاليسكا، الله على تاليسكا. راح الغنام، انطلق الغنام، مهارة الغنام. الله 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 الله. الجبيري الآن يبحث عن العرضية، لعب العرضية لكن الأقرب وليد. نعم الأقرب وليد وخطأ. أمير سعيون يحاول العرضية، المحاولة بالرأس تهيأت وتغطية. شوف تغيير الاتجاه، استلام بيتي، محاولة تسديدة بعيدة، سكت شوية. وصونا عن العرضية ما بالجول. خطيرة الكرة، أخطر كرات بيغيرو الأرجنتيني، مرت من أمامك على الكعب. الله على الغنام، مرروا على العرضية الرأسية، تغطية ما زالت نصراوية، ما زالت خطورتها. بيتي لعب الكرة، تغطية دفاعية مرة ثانية، ركلة زاوية لمصلحة الطائي، لعبت محاولة جول للطائي، جول للأشهب، جول لفارس الشمال. لم يرمي المنديل، ها هو حاضر الظهير حسن الجبيري يقلص الفارق في الشوط الثاني. هذا الهدف قد يدخل الطائي إلى محطة ورغبة أخرى. هذه ركلة الزاوية، اللعبة موسونا، وهذه رأسية الظهير المتقدم، ما كان عنده رقابة، وبالتالي وضع رأسه حسن الجبيري الظهير وضعها في الزاوية. أحمد المنصور من بعيد، هذه كرة مرتدة، هذه سريعة، استلام بالصدر، حاول حسن الجبيري زاوية، بدأ يظهر أمير سعيون. راح سيفاز مرر في العمق، محاولة للأمام، زاوية. رابعة في المشوار، ويا حلو البدايات يا جوناثان، يا حلو البدايات. هكذا يكون الافتتاح وهكذا يكون الختام على أقدام جوناثان. يا حلو البدايات، يا حلو المصافحة. راح مر جوناثان، مرر الكرة في العمق، خطيرة للنصر.